طبعا من امبارح وكله بيتحدث عن اداء المنتخب وفوز صعب الحقيقه، يعني جه بعد ما انفاسنا كلنا اتحبست، لكن قدر منتخبنا الحمد لله انه يحقق اول 3 نقاط في المجموعه الرابعه لكاس افريقيا بهدف طبعا احرزه النجم الكبير محمد صلاح بتمريره رائعه من عمرو السوليه. هنتكلم عن الاداء الفني واداره كيروش للقاء بكل التفصيل. هينضم لنا عبر الهاتف الاستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي. صباح الخير استاذ شريف، وشايف اللقاء ازاي امبارح؟ الناس بتقول انه المكسب مكسب للعيبه مش لكيروش، وانه اللعيبه هي اللي احدثت الفارق مش كيروش، فهل احنا لما بنكسب بنستبعد كيروش ولما بنخسر بنتحدث عن الاداره السيئه لكيروش للمباراه؟ حضرتك تقول لي يعني رايك في مباراه امس. صباح الخير عليك وعلى المشاهدين، سعيد بوجودي معاكم. اهلا بك. طبعا زي ما قلت حضرتك هو فوز ب3 نقاط مهم، فوز مهم، فوز تحقق بصعوبة، ولكن تحقق بخبرات لعيبة معينة جوه الملعب. يعني لما تبص على مجمل الأداء، عندنا فرص وعندنا ضغط، لكن ده مش بسبب تعليمات جهاز فني أو فكر جهاز فني، لأنه ضغط عشوائي، ضغط غير منظم، ضغط بلا جماعية، ضغط فردي أو هجوم أو فرص فردية. يعني مفيش حاجة ملموسة تقولي إن في جملة اتعملت، في تكتيك معين، في تحركات معينة. يعني ده جزء. الجزء الثاني اختيارات. اختيارات اللعيبة في المباراة. أنا بلاعب فريق ممكن يكون على المستوى التاريخ بلا إمكانيات كبيرة، ولكن عنده عنصرين مهمين جدا. قوة جسمانية والسرعات. بلاعبه بنص ملعب متوسط اعماره 32 سنه. نعم. يعني اذا كان النني او عمرو السوليه او عبد الله السعيد اللي هو اكبرهم سنا. نعم. لا صعب جدا، يعني انت لو عندهم حد بيخلص كنا ممكن يخش بينا هدف. نعم. او هدفين في الشوط الاول تحديدا. صحيح. يمكن احنا جبنا يمكن احنا جبنا الجون لمحمد صلاح في الدقيقه 69 تحديدا. هنا عاوز اسالك، هل انت راضي عن تشكيل المنتخب بالامس بشكل عام؟ ويمكن احنا شفنا 4 تغييرات عن الماتش السابق ليه، ماتش نيجيريا، شايف التغييرات دي فرقت ولا لا؟ وهل الاداء الفردي هو اللي كان بيهيمن على المباراه؟ طبعا بص انا يعني هلخص لك الموضوع بشكل واضح جدا. اتفضل. كروش يقود منتخب مصر للوصول الى الشرط الجزائي وليس الوصول الى كاس العالم. نعم. بالطريقه دي. يعني بيزهقنا عشان نقول له امشي فياخد الشرط الجزائي. نعم. من الاخر. فهو يقود منتخب مصر الى الوصول الى الشرط الجزائي بتاعه، مش للوصول لكاس العالم او تحقيق لقب افريقيا. بص التغييرات لازم تبقى محسوبه. لازم تبقى في يعني فكر في الملعب، لازم يبقى انا عارف انا بنزل ده ليه؟ يعني معلش مع احترامنا كابتن عبد الله السعيد امبارح يعني شكرا شكرا ماشي، لكن امبارح الحمد لله كنا كلنا بنحمد ربنا ان اللعيبه بتلعب في اماكنها. طبعا الحمد لله. طبعا الحمد لله. في حديث عن عقد الكيروش مع فريق اخر، يمكن يكون ده السبب يعني ورا الاداء اللي احنا شايفينه ده؟ لا ما اعتقدش. هو الراجل مش فاهم الكره المصريه ايه، ولا فاهم كرة افريقيا ايه، مش فاهم. طب انت مع الكلام اللي كان بيقول انه امبارح التشكيل ده كان بضغط من ال طبعا 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 من جهاز المعاون ومن اداره البعثة. طبعا طبعا ان هو يرجع كده والكلام ده كله، وده يلعب وده ما يلعبش والكلام ده كله. لا واضح. وبعدين معلش يعني ده مش اختبار حقيقي لمصر، يعني غينيا بيساو ده احنا هنوصل هنوصل كتاني المجموعه، ما فيش مشكله. المشكله في الادوار الاقصائيه حضرتك. يعني الادوار الاقصائيه هتواجه بقى منتخبات بقى الجزائر والسنغال وساحل العاج، هتواجه الحاجات دي، هتعمل ايه مع الناس دي؟ نعم استاذ شريف، هتعمل ايه مع الناس دي؟ فدي مشكله كبيره يعني. صحيح. يعني استاذ شريف، يمكن غينيا بيساو لو احنا هنرجع لتاريخها الرياضي تحديدا في لعبه كره القدم، هنلاقي ان هي ما دخلتش كاس افريقيا من 2017. أول مرة ليها كان في 2017 تحديدا. أول مرة، وبعدين 2019 ودي المرة الثالثة بتخرج من الأدوار. صحيح. بس إن كون اللي هم يأدوا في ماتش زي ده ويجيبوا هدف ويتلغي بتقنية الفار، فأنت شايف إن ده يعني حاجة يستحقها الجمهور المصري؟ لا طبعا لا طبعا. بص حضرتك هو عايز ينفذ طريقة لعب وما عندوش الأدوات اللي تنفذها. 4-3-3 دي يعني ضغط عالي، يعني سرعات عالية،
يعني قوه بدنيه، وانت ما عندكش اللعيبه بالكواليتي ده، فانت لازم ترجع لطريقه اللعب اللي هي 4-2-3-1 او 3-4-3 عشان تملى نص الملعب، عشان لكن انت نص ملعبك مكشوف طول المباراه. يعني لولا ستر ربنا في ماتش نيجيريا ومحمد الشناوي كنا شلنا 4. امبارح قعدنا على نار لغايه ما نشوف قرار الفار في الجول اللي دخل. صحيح. يعني وعايز اقول لك حاجه، لو الجول اتحسب كان هيبقى صعب جدا العوده. النتيجه او ان انت تفوز. فانت دايما تحت رحمه المنافس. ايا كان. حتى لو المنافس ما كانش قوي، مع احترامنا طبعا. فريق متواضع، حتى لو المنافس فريق كبير او فريق متواضع. طب استاذ شريف، شفت ازاي التغيير اللي حصل فنيا بمساله خروج زيزو اللي اصلا بيعمل عرضيات، دخول زيزو، نزول زيزو وعفوا، وكان معاه خروج لمصطفى محمد، هيعمل عرضيات لمين؟ طيب التبرير الفني للتغيير ده؟ بص حضرتك انا من البدايه وعليه صلاح بقى بيلعب في حته مش بتاعته برضه. ايوه لازم من البدايه يبقى زيزو دوت معايا هاف يمين معايا طول من بدايه المباراه عشان يعرف يرفع للناس، وصلاح يبقى قدامه مثلا او في القلب تحت مصطفى محمد، ياخد الكور الساقطه يقدر يتصرف فيها. لكن انا بنزل زيزو وبعدين اطلع الراجل اللي هياخد الرفعه من زيزو، يعني اخد الكره المدفوعه من زيزو، فدي مشكله كبيره. يعني يعني كروش بيفتكس وبيتفلسف وبيعمل حاجات غريبه على اللاعب المصري وعلى امكانيات الجيل الحالي. بس هو ممكن يرد يقول لك انه بعد التغيير ده صلاح جاب الجون. لا، بعد تغيير ده جاب صلاح جاب الجول ازاي حضرتك؟ ده يعني خبره عمرو السولية ووقوف صلاح في الحته دي. بس يعني ما هيش جمله. دي كوره مضغوط عليها وجايه بالعافيه وتجيب بطيئه بالعافيه عشان توصل للسولية. انا فاهمه طبعا انها لعبه فرديه، لكن انا قصدي انه يعني ممكن يكون رد. لا، ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول كده لان المنافس بعد ما انا جبت جول جاب جول. صحيح. ماشي، خلي بالك الشوط الثاني بدايته غينيا بيساو كانت ممكن تحرز هدف. الشوط الثاني قبل ما يعمل التغييرين بتوع مصطفى محمد وعبد الله السعيد كان في حاله انهيار بدني في وسط الملعب كبيره جدا. احنا اتغيرنا وتعدلنا لما نزل زيزو. صحيح. تحديدا يعني. طب استاذ شريف، تعالى نسيب صلاح والسولية ونروح لمرموش، لان عمر مرموش يمكن اداؤه مش هو نفس المستوى اللي تعودنا فيه على الاقل مع منتخب مصر في البدايه او كنجم في الدوري الالماني. شايف هل في يعني نوع من انواع التاثير ما بين او العلاقه الغير مستقيمه ومتوازيه ما بين مرموش وباقي اللعيبه؟ طبعا هو فردي كبير بشكل فردي. نعم، شفنا ده في اكتر من كوره، حتى صلاح وجهه اكتر من بره. صحيح. يعني بشكل فردي. ثانيا مهارته مش مساعداه، يعني انت بتلعب في مستويات اعلى دلوقتي في افريقيا غير لما كنت بتلعب في المجموعه. نعم. في تصفيات كاس العالم مع انجولا وتوجو وليبيا، يعني المستويات هنا اعلى سواء قدام نيجيريا او حتى قدام غينيا بيساو. وبعدين انت بتلاقي فريق كله محترف في البرتغال او 80% منه محترف في البرتغال، فعارفين امتى يضغط وامتى يخش على لاعب مهاري او يواجه لاعب مهاري. فانت بتلعب بشكل فردي، مجهود كبير بس مجهود بلا عائد. صحيح. بلا فايده للمنتخب، يعني مجهود فردي والكوره دايما بيحصل يعني حاجه كده زي الفركشه. يعني هو احنا بنتمنى ان هو يعني دي تكون المباراه دي درس. انا المباراه دي امبارح يبتدي برمضان صبحي. نعم. رمضان صبحي محطه ولعيب مهاري وصانع العاب. ماشي. وتحتيه يبقى موجود احمد سيد زيزو من ناحيه اليمين مثلا. يعني بنتمنى اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ شريف هو اللي يحصل في ماتش مصر والسودان الاربعاء القادم. في جزئية مهمة، هو واخد لعيبة هو مش مقتنع بيها. يعني هو واخد في بعض اللاعبين بعض الأسماء موجودة في المنتخب. هو ما حدش بيفرض عليه حاجة، يعني هو واضح إن في نوع من أنواع العند من البداية، يعني هو اللي بيختار. طيب الأستاذ شريف. شريف عبد القادر الناقد الرياضي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك، وإن شاء الله كل التوفيق في المباراة القادمة يوم الأربعاء القادم أمام منتخب السودان الشقيق.